ومن سيرافقكم بتعليق على هذا الشوط هو الزميل نايف البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. أيها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زلنا متواصلين وإياكم هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية، ميدان التحدي، لنتواصل معكم هذه الانطلاقات الجميلة والأشواط المتواصلة ضمن أشواطنا العامة في هذا المهرجان السنوي الكبير تحت رعاية سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. وكما تشاهدون هذه الانطلاقات القوية والأشواط المتواصلة على أرضية هذا الميدان، وكما تشاهدون هذه الأسماء وهذه الشعارات والألوان الزاهية التي تزين أرضية هذا الميدان وتندفع بكل قوة لتؤكد لنا قوة هذا الشوط. وكما تشاهدون هنا التكريم للثلاث المراكز الأولى، التكريم بمادة الزعفران للثلاث المراكز الأولى الفائزة في الشوط الماضي، بداية مع مهند ملك السيد عبد الهادي بن خليل الشهواني، أيضا المركز الثاني سلطان للسيد سعد بن صافية المري، ونهاية بينبع ملك السيد سليمان بن رويشد الجهني. الثلاث المراكز الأولى سوف تكرم بمادة الزعفران، فمن هو سعيد الحظ اللي يبي يحظى على هذه الجائزة الثمينة ويكرم بمادة الزعفران؟ نرى ونتابع الآن المنطلقة إلى المركز الأول وصاحبة المركز الأول، هنالك نهب المنطلقة على الصدارة، ونهب من أقوى الأسماء المرشحة لانتزاع ناموس هذا الشوط. نهب تسيطر الآن على الصدارة، نهب للسيد محمد بن جابر النابت تندفع بكل قوة وبكل جدارة على المركز الأول. أيضا نرى ونتابع المركز الثاني، هنالك حشمة على المركز الثاني، وتعود ملكية حشمة للسيد محمد بن سعيد بن عبيد المسروعي، الآن تسيطر في المركز الثاني، والمتضمر بريك بن طالب بن هليل المري الآن في المركز الثاني حشمة. نقلتنا على المركز الثالث، أرى هنالك شعار الحصاد يبدو لي، نعم مشاهدينا العساء، بنت صوغان تندفع في المركز الثالث، ويندفع بنادر سليمان بن رويشد الجهني من خلال تقدم بنت صوغان على المركز الثالث. نقلتنا على المركز الرابع لأرى وأتابع المركز الرابع، هنالك خواطر على المركز الرابع، والكل يبي يكتب خواطره في هذا الشوط، خواطر للسيد محمد بن علي بالسعودي الآن تسيطر في المركز الرابع. نقلتنا على المركز الخامس كي أرى وأتابع الظبي من الجانب اليمين، وهنالك عبد الله بن مظفر العامري قادم بكل قوة، وهو الذي انتزع البندقية الفضية في الشوط السمول الرئيسي في شوط القعدان الثنايا، نعم من خلال تقدم وتألق راهي في الشوط الرئيسي. ها هو عبد الله بن مظفر العامري يشارك من خلال وجود الضبي في هذا الشوط. هذه الخمس المراكز الأولى المتقدمة، الخمس الأسماء القوية، الخمس المراكز الأبرز حتى هذه اللحظة. نعود بكم مشاهدينا الأعزاء، نعود بكم إلى مقدمة الشوط كي أرى وأتابع نهب المتصدرة، نهب الجميلة، نهب المتميزة، ونهب هي المرشحة على فكرة، نهب هي المنطلقة حتى هذه اللحظة للسيد محمد بن جابر النابت. الله 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 على انطلاقة نهب الجميلة، نهب المتميزة، نهب اللي انهبت الصدارة وانطلقت بكل قوة وبكل جدارة للسيد محمد بن جابر النابت. أيضا هنالك المركز الثاني هنالك حشمة على المركز الثاني للسيد محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، الآن يندفع
شعار المزروعي من خلال تقدم حشمه على المركز الثاني وبقيادة المضمر بريك بن طالب بن حليل المري. نقلتنا على المركز الثالث، بنشوف اللي وصلت في المركز الثالث. خواطر خواطر على المركز الثالث للسيد محمد بن علي بالسعودي، تندم الآن في المركز الثالث. نقلتنا على المركز الرابع، أروى وتابع تحركات بونادر الآن على المركز الرابع من خلال تقدم بنت صوغان للسيد سليمان بن رويشيد الجهني. أيضا بشوف اللي وصلت، أوصلت الشايبة، أوصلت الشايبة على المركز الرابع، الشايبة للسيد راشد بن محمد بن مروشد الآن تندفع إلى المركز الرابع. المركز الخامس، هنالك تسلل من المركز الخامس وهنالك الظبي، الظبي عبد الله بن مظفر العامري قادم بكل قوة وتتسلل الظبي إلى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا العساء. نداونا الثاني للخمس المراكز الأولى، وحصل تغيير على بعض المراكز وهنالك تغيير جرى وطرى على مقدمة الشوط من خلال تسلل حشمة. حشمة تسللت إلى المركز الأول وانتزعت الصدارة، حشمة تندفع بكل قوة للسيد محمد بن سعيد بن عبيد المسروعي والمضمر بريك بن طالب بن هليل المري الذي يتسلل الآن إلى مقدمة الشوط. الله الله الله، نعم مشاهدينا العزاء، بريك بن طالب بن هليل المري هو مضمر راهي، هو مضمر راهي الذي انتزع البندقية الفضية عند السيد محمد بن عبيد بن غنام المسروعي. نعم مشاهدينا الاعزاء، ها هي الانطلاق في سن الاجذاع يبدو لي. نعم وها هو شعار حشمه يندفع الان بكل قوه بقياده المضمر بريك بن طالب بن هليل المري. ايضا انا اتابع المركز الثاني، خواطر خواطر على المركز الثاني، خواطر يبي لها متابعه، خواطر يبي لها مراقبه، يبدو لي ان خواطر لا يستهان بامرها من خلال تالقها حتى هذه اللحظه والعرض الجميل اللي تقدمه لنا خواطر على المركز الثاني. بينما انا اتابع المركز الثالث، المركز الثالث هنالك الشايبه، الشايبة في المركز الثالث الآن تندفع وتتسلل الشايبة إلى المركز الثاني وبطريقها إلى مقدمة الشوط، الشايبة للسيد راشد بن محمد بن مرشد. نقلتنا على المركز الرابع، النقلة على المركز الرابع، بنشوف الضربي وضربي الفلا قادمة بكل قوة، وعبد الله بن مظفر العامري يريد أن ينقل السلامات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى العين دار الزين خصيصا. نعم مشاهدينا الأعزاء، بينما أرى وتابع المركز الخامس، المركز الخامس، الله وصلت العنود، وصلت العنود وعنود الصيد هي القادمة يا المحشادي. شوف العنود وتابع تحركات العنود في المركز الخامس للسيد عبيد بن محمد بن لحاس العامري، هي من تسيطر الآن في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا العزاء، الخمس المراكز الأولى. النداء الثالث، أعود وأرى وأتابع مقدمة الشوط وما الذي يدور في الصدارة من خلال تسلل الشايبة. الشايبة تنطلق الآن وتندفع بكل قوة بكل جدارة على المركز الأول، الشايبة للسيد راشد بن محمد بن مروشد تندفع بكل قوة وبكل جدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، أيضا هنالك خواطر، خواطر على المركز الثاني وخواطر جميلة في هذا الشوط، خواطر بدون سيطر الآن على المركز الثاني للسيد محمد بن علي بن سعودي. بينما النقلة على المركز الثالث، هنالك حشمة للسيد محمد بن سعيد بن عبيد المسروعي والمضمر بريك بن طالب بن هليل المري، وحشمه يبي لها متابعه، يبي لها مراقبه. بينما نرى النظره والمركز الرابع، اوصلت العنود،
وصلت العنوت على المركز الرابع، وحذاري من العنوت، حذاري من العنوت الجميلة، العنود المتميزة للسيد عبيد بن محمد بن لحاس العامري، نقلتنا على المركز الخامس ونرى ونتابع أول ندى، أول ندى يبدو لأنها مسيرة، مسيرة للسيد سالم بن علي الغيلاني، وتسير بالاتجاه الصحيح الآن، تندفع في المركز الخامس، وأرى كم من هائل من الثنايا الأبكار، شعارات قوية وغزم مكثف نحو المقدمة، ولكن أعود كي أحذر خواطر بأن هناك أسماء قوية ونحن نتجاوز لوحة الألف والخمسمية متر، وخواطر هي المتسللة، هي المندفعة، هي المنطلقة في المركز الأول، خواطر، خواطر ما زالت تسيطر وتندفع بكل قوة وحاملة شعار السيد محمد بن علي بالسعود الآن في المركز الأول، بينما هنالك المركز الثاني، المركز الثاني حشمه، حشمه على المركز الثاني للسيد محمد بن سعيد بن عبيد المسروعي، الله بنشوف الشايبه قادمه، الشايبه قادمه بكل قوه في المركز الثاني، الشايبه للسيد راشد بن محمد بن مرشد، ايضا هنالك اسم جديد يتدخل، عاليه وصلت، وشعار السيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري قادم بكل قوة من خلال تقدم عالية المقام، الآن تتسلل إلى المركز الثالث، الله على المقدمة والتسعمية متر الأخيرة تفصلنا عن خط النهاية، وخواطر وعالية والشايبة، الشايبة وعالية وخواطر، بنشوف اللي وصلت، بنشوف اللي وصلت، اللي وصلت في المركز الرابع، هنالك مسيره للسيد سالم بن علي الغيلاني، ايضا العزره للسيد علي بن محمد بن حاده الاكتبي، ولكن خواطر، خواطر يا محمد يا بن علي يا بن سعودي، ايضا ارى واتابع المركز الثاني، خطيره للغايه، عاليه عاليه، والسعيد بن محمد بن زيتون المهري يتسلل في اللحظات الاخيره ويا ينطلق مع انطلاقة عالية، بالفعل عالية المقام، وفي المقام الأول تندفع عالية بكل قوة بكل جدارة، وشعار السيد سعيد بن محمد بن زيتون المهري يسجل النقطة الثانية في هذا الصباح الجميل، تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهري، من اللحظة خلاص الحزام الأخضر بان والمنصة الرئيسية بانت، وخط نهاية يرحب بقدوم عالية لتهدي الفوز والناموس للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري، ونهنيه للمرة الثانية على التوالي في هذا الصباح، تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري المركز الثاني. المركز الثاني العزرة للسيد علي بن محمد بن حاده الاكتبي، المركز الثالث وصلت في المركز الثالث خواطر للسيد محمد بن علي بن سعودي، المركز الرابع للسيد سالم بن علي الغيلاني، المركز الخامس العنود اتت في المركز الخامس، تهانينا للسيد عبيد بن محمد بن لحاس العامري، تهانينا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نزف الى جميع الفائزين، ونحن بانتظار التوقيت الزمني للثلاث المراكز الاولى، وهنا لحظه وصول عاليه الى خط النهايه، تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري على فوز عاليه في المركز الاول، توقيت الزمني 12 دقيقه و57 ثانيه و12 جزء من الثانيه، بينما اللي وصلت في المركز الثاني العزره، تهانينا للسيد علي بن محمد بن حاده الاكتبي على الفوز في المركز الثاني، والتوقيت الزمني 13 دقيقه وثانيه و12 جزء من الثانيه، ناخذ التوقيت الزمني لصاحبه المركز الثالث، خواطر اتت في المركز الثالث، تهانينا للسيد محمد بن علي بن سعودي على فوز خواطر في المركز الثالث، توقيت الزمني 13 دقيقة وثانيتين وثلاث أجزاء من الثانية، هذه هي التوقيت الزمنية للثلاث المراكز الأولى الفائزة في الشوط الخامس، التهنئة موصولة للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري على فوز عالية في المركز الأول. في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء الكلمة تعود مرة أخرى للزميل سعد بن متلع العتيبي.